صبري، رحت معسكرات التعبير الرقمي في 2009 و 2011. أكتر المجالات اللي حبيتها كانت الصوت ومسرح. مدرب المسرح كان بيشتغل معانا في الأول خالص عن حركة الجسم، إن كنا كلنا في الأول منكمشين كده، وبعدين ابتدى يعمل شوية تمارين برضه ليها علاقة بالشجاعة. المسرح كان في وقت الثورات وكده، فكان كل واحد بيقول وبيعبر عن اللي كان حاصل جوه بلده. اشتغل كل واحد ان هو يألف اللي هي الجزء بتاع الثورات او الفكره اللي هو عايز يوصلها، وابتدينا ان احنا نمسك ده، ان هو يعلمنا ازاي نمسك ندخل كل واحد فكرته في التاني علشان نعمل المسرحيه. في الاخر ندرب على المسرحيه الوقفه، ان الوقفه بتاعتي ازاي، لحد الصوت، لحد الاداء، لكل ده. مسرح التعبير الرقمي هي بتشتغل تعبير، انك برضو تعبر عن اللي جواه، فهي بتسمح باي فكره. حتى ما اعتقدش ان في حد عمل حاجه، عمل او اذا كان مسرحيه او اذا كان فيلم، وحد منعه ان هو يتعرض او حاجه كده. كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. وهذا محمود خبط منيرة، رجع اخذها هو على المستشفى واعتذر منا ومن اهله هيك انه مش بقصده. يعني الشوكولاته